صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة طفل، زهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، الأصدقاء ذوما الطيبين محلاهم ما شاء الله عليهم. صايمين ولا فاترين؟ صايمين ما شاء الله عليهم. وشربتوا قهوة الصباح؟ نعم صحيت. معايا بنوتة مزيانة ما شاء الله عليها وشعرها جميل. عسلامة. عسلامة. شنحوالك؟ نحوالك الحمد لله. انتي لباسة؟ شو اسمك انتي؟ عايشة. اسمها عايشة. عايشة شكون انتي؟ عايشة 5 سنين. عايشة عمرها 5 سنين ولا 4 سنين؟ عمرها 4 سنوات. محليك يا عايشة، انتي مزيانة ولا ايه؟ هاي قولي صايمة ولا فاترة؟ صايمة. هي صايمة عايشة، هي عمرها 3 سنوات. ايوه عمرها عايشوشة 3 سنوات وصايمة؟ صايمة. صايمة يا عمرها 3 سنوات وصايمة ما شاء الله عليها. وفطرت الصباح ولا ايه؟ شنو فطرت؟ قهوة. شربت قهوة. وشنو آخر؟ عظمة. وعظمة هاي شنو آخر؟ وزيت. وزيت با با با. انت قديتهم وحدك ولا ماما؟ ماما. وتعاونها ماما في الكوزينة؟ شنو تعمل معاه؟ بيك. تعملها بريكة. وشنو آخر؟ وقهوة. وقهوة هي تعاون في ماما. هي عايشوش عمرها 3 سنوات وتعاون في ماما في البريك والقهوة. وشنو آخر ماكلة لذيذة تحبها انت؟ كوكسي. كوكسي. اي كوكسي بيه ياسين. شنو آخر؟ وقهوة. وقهوة صح، دي تاكل قهوة بالبريك وتاكل كسكسي بالقهوة. شنو آخر؟ أبيك. البريك. اي بريك وكسكسي قهوة. تاكلش شربة ولا مقارونة؟ مقارونة. وحارة ولا مش حارة؟ حاية. تحب حارة انت؟ يا سيدي اسمع سيدي، تحب الماكلة اللذيذة وحارة. وتعرف تغني ولا ايه؟ هنغني انا وياك. هنغني مع انا برتو قايا سكيم ودور لوني اصفر. لوني اصفر. هي برتقالة عندها عيشوشة لونها أصفر. ليه لوني أحمر ولا برتقالي؟ برتقالي. هي لونها برتقالي ما شاء الله عليها على المجهود اللي قامت به تبارك الله. عيشوشة عمرها 3 سنوات وشاركت في الدكتور كيدس وهي صايمة. راني عارفها تعبة من الصيام أما شربت قهوتها. نعطيوها تصفيقة كبيرة 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 ونقول لكم شاهية دكتور كيدز. دكتور كيدز.